وانت واسمائهم الجهات التي تهددنا وتبعث لنا الرسائل يوميا وان كانت مبطنة فاننا نفهمها جيدا. هذا بهاي الرأي العام للشيوخ العشائر أريد يأخذون حق أوليدي، أريد دم أوليدي يأخذون. عراقية ترى عراقية ونحن العراقيات أنا في هبيت أنا مو جبانة ولا إيرانية. شلون طبقت الكاتب شلون؟ شلون ما فتشتوا؟ ما شفتوا سيارة من طبة المظللة؟ ما باوعتوها؟ شلون ما باوعتوها؟ شلون؟ شلون؟ كلكم جبناء صرتوا ما حدا يحكي ما حدا يقول يخاف من عندهم؟ شلون طابوا السيارة المظللة بها الشايب مكتوب الشايب نعلى على ابو الشايب؟ والشايب على السيارة المظللة والمعطورات الثانية على مود الإيراني؟ كف عليكم على شكلكم الجاي يا حقراء، يا حقراء اللي تتفقون على العراقي ويا الإيراني.